وللحديث أكثر حول هذه الجائزة معنا عبر الهاتف المقدم محمد خالد البعينين، مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. إذن نرحب بك في نشرة الثالثة ونبارك لكم هذا الإنجاز. هل من الممكن أن تحدثنا أكثر عن هذا الإنجاز الهام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم لكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. والحديث عن هذا الإنجاز، حبيت أنوه إلى أن مسابقة أفضل تعاون معلوماتي ميداني عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات على المستوى العربي، قد تم اعتمادها بقرار من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بالدول العربية خلال اجتماعهم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، وذلك بهدف تشجيع الدول على التعاون في مجال التصدي لهذه السموم التي تستهدف شبابنا ومجتمعاتنا ومقدراتنا. ومن هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية بمملكة البحرين تعمل على التعاون مع باقي الدول من خلال تبادل المعلومات التي تهدف إلى ضبط عصابات وشبكات تهريب المواد المخدرة، فضلا عن اتباع أسلوب التسليم المراقب لضبطيات المواد المخدرة بهدف ضبط المستقبلين لهذه المواد في الدول المستقبلة لهذه الشحنات، حيث تمر هذه الشحنات كترانزيت في دولنا وبالتالي تنقل للدول المستقبلة بهدف ضبط المستقبل لها. ومن خلال ذلك فقد جرت المشاركة في هذه المسابقة الدولية على المستوى العربي، وشكلت لجنة بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لفرز المشاركات بناء على المعايير التي وضحت لتصنيف الدول الفائزة. ولله الحمد تكللت الجهود بفوز وزارة الداخلية بمملكة البحرين بالمركز الأول على المستوى العربي في هذه المسابقة، وقد جرى تسليم الجائزة خلال المشاركة بالمؤتمر العربي رقم 38 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات. وفي الختام أنتهز هذه الفرصة لأهدي هذا الإنجاز لسيدي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر، وسيدي سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيسا العام، على دعمهم اللامحدود للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وإدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص. نعم، المقدم خالد البعينين مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.